باغي تشري المزيد في العيد بصحة والراحة والله يتقبل، ولكن السؤال مطروح علاش؟ إلا كان فقط بالنسبة للمذاق بصحتك، إلا كان حيت بغيتي تتفادى الشحمة اللي تنقولوا كاينة بزاف في الغنمي بين قوسين، خاصك تفهم واحد المسألة اللي هي مهمة. المعزي اللي فيه نسبة الشحوم ولا الدهون أقل هو المعزي أولا اللي واكل أغذية طبيعية 100%، ثانيا هو المعزي اللي مطلوق، المعزي اللي تيرعاه على برا، المعزي اللي تيتحرك اللي تينقز، داكشي علاش تكون فيه نسبة الدهون قليلة. اما الا مشيتي خديتي المعزي اللي هو مربوط لمده طويله وحده الحولي حتى هو مربوط وتيكي ياكلوا نفس الاغذيه، فتقريبا غتكون عندهم نفس النسبه ديال الدهون، فرق قليل. لهذا فالناس اللي باغين ياخذوا المعزي حينت بغاو نسبه قليله من الدهون يفقلبوا على المعزي اللي فيه هاد الشروط هذه، ماشي اي معزي، لان كيف ما قلت الدهون عندها علاقه ومرتبطه بطبيعه الاكل اللي كلا الحيوان، وكذلك واش الحيوان كان تيتحرك تيرعاه في الخلاء تيخرج على برا او لا مربوط لمده طويله، وبالتالي نسبه الشحوم غتكون فيه كثيره. الله يتقبل من الجميع وبصحه وراحه.